شدد آخره كلا تضر أحد. أنا أقول كضر أنه قال وجد أبصح فاكسره مطلقا لقوم وافتحها لآخرين. ثم إن الفصحاء من هؤلاء حيث يلقى ساكنا يأتون بالكسر كسر الحزنة. ثالثة اللغات أن يتبع ما يلي، فإثر ضمة له ضمما تقول لم يرد وافتحه بعد فتحة أو ألف تقول لم يعض، وافتحه بعد فتحة أو ألف وبعد كسرة لم يفر تقول لم يفر، وبعد كسرة له الكسر يفر. إلا في نحو فره ومره فره ومره، والضم مطلقا فره ورده، والضم مطلقا كلا تمره، ونحو حبها وردها افتحا لصلة وصفة لصلة وخفة قد وضح، ونحو عض اللحم، ونحو غض الطرف عض اللحم فاكسره للساكين وابغي العلم. هذا معنى قوله وفي جزم وشبه الجزم تخيل قفي اردد رد لم يردد لم يرد. هذا الذي أراده ابن مالك. وفك أفعل في التعجب التزم، أفعل في التعجب لا بد من فكها. وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن تكون المقدمة، وأحبب أبوي أحبب تقول أشدد بكذا أشدد. والتزم الإضام أيضا في هلم عند لغة التميم يعتبرونها فعل أمر جامد، أما غيرهم فهم يعتبرون اسم فعل لا يرد فيها شيء، فتقول هلم يا زيد وهلم يا هندو والتزم الإضام هلم، لا تقول هلم منا. ثم قال رحمه الله وما بالجمع يعني تقد كمل لله الحمد. نظم حالك وينظم على جل المهمات اشتمل، لم يشمل كل المهمات بل اشتمل على أكثرها. قالوا ترك باب القسم لكن أشار إليه بعض الباب الألفية، قال واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، وقال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، وترك بابا وهو اجتماع التقاء الساكنين، وترك بابا في الصرف وقال له باب صوغ مثال على مثال، صوغ مثال إبل من رد تقول ردد، صوغ مثال وعد من طومار رسالة تقول وعد. على جناس أحصى من الكافية له الخلاصة وسمية الخلاصة كما اقتضى إن شاء الله غينا بلا خصاصة. هو قال في بدايته قال مقاصد النحو بها محوية، قال ذلك ما كان يأمله، وهنا لم يدلس عليك وإنما وضح لك أنه لم يصل إلى كل شيء، لكنها رائعة ومتقنة النظم ولا يسلم أحد من النقد على كل حال. كما اقتضى غنى بلا خصاصة بدأ بحمد الله وختمها بالله، فأحمد الله مصلي على محمد صلى الله عليه وسلم خير نبي وصيام وأهل الغر جمع غر أو غراء، أهل الكرام البرة وصحبه المنتخبين المختارين الخيرة جمع خير. قال بعضهم يا عائبا ألفية ابن مالكي وغائبا عن حفظها وفهمها، أما تراها قد حوت فضائلا كثيرة فلا تجر بحكمها، وازجر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها. الرابع من اسمها الصاد والخامس الهاء، قل له صح 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 اسكت برابع وخامس من اسمها. والله صلى الله عليه وسلم. الشيخ انا احفظك الله في ختام لو تنصحهم بنصيحه جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله على ابراهيم، الحمد لله على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم القائل الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. النصيحة افضل النصيحة نصيحة الله سبحانه وتعالى الاول والاخير، ولقد وصينا لنا الثاني قبلكم واياكم ان اتقوا الله، ارجو الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياك لتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي فعل المأمور وترك المحرم والتقرب الى الله والاستعداد ليوم الرحيل. وأرجو الله تعالى أن يكون عملنا خالصا لوجهه وأن يسدده. قال بعضهم طلب العلم لغير الله
ذهب العلم أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نرجو ذلك والله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم. الشيخ الحمد لله مكثنا في الدراسة ما يقارب 5 سنوات. سبحان الله. بدأنا نقارب شهر 1/1434 إلى الآن. إيه. ما 1434. إلى الآن. في ما يقارب 110.